على ارتفاع أكثر من 1000 متر فوق سطح البحر، حيث تلتف الغيوم حول قمم الجبال، يقف مصير جزيرة ومنطقة بأكملها على المحك. للبراكين في منطقة البحر الكاريبي أوجه عدة، تخرج الغازات الحارة من باطن الأرض لتسخن المياه. البحيرة الفوارة في جمهورية دومينيكا هي ثاني أكبر بحيرة حرارية في العالم. هنا حيث تلتقي الصفيحة التكتونية الكاريبية مع صفيحة الأطلسي، تندفع النواة المنصهرة في الأرض إلى السطح لتشكل جزرا بركانية. وادي الخراب بجانب البحيرة الفوارة اسم على مسمى. تكشف ترسبات الحديد الحمراء والكبريت الأصفر عن مدى ضمور القشرة الأرضية هنا. غيرت البقع التي يطلق عليها بوابات العالم السفلي موقعها باستمرار لتدمر أي حياة تمكنت من النشوب. ينمو نبات القلقاس المأكول أسفل الأشجار العظيمة والتي يبلغ عمر بعضها مئات السنين. بمساحة متر مربع تقريبا تعتبر هذه الأوراق الأكبر في منطقة الكاريبي. تنجذب حشرات الخنفساء الجبارة أو خنفساء هرقل إلى فواكه القلقاس المأكول، لكن فقط خلال آخر مرحلة من مراحل حياتها الثلاث يمكن لهذه الحشرات الضخمة أن ينمو طولها ليبلغ 15 سنتيمترا. جذبت الرائحة التي أنتجتها أنثى جاهزة للتلقيح ذكرين. إذا رفض خصم الانسحاب عند مواجهته بالحركات المهددة وأصوات الزمجرة، تنشأ عن ذلك معركة. حسب شعب الدومينيك ومنطقة غوادالوب، فإن قرون استشعار الحشرات قوية بما يكفي لكسر الأغصان. هذه المعارك عادة ما تكون مميتة. بقوة اسمها الأسطوري يمكن لخنفساء هرقل حمل وزن يزيد عن وزنها ب800 مرة. يمثل الوصول للجزيرة المعزولة على كل حافة من الكاريبي والعيش فيها تحدياً للحيوانات والبشر على حد سواء. تعتبر النقوش الحجرية التي خلفها شعب الأرواك في القارة والتي تعود لحوالي 2000 عام الدليل الوحيد على الاستيطان البشري القديم للمنطقة كلها. لقد أبيد شعب الأرواك على يد الغزاة الإسبان. لكن حتى لو لم يتركوا أي آثار تذكر، فإن هؤلاء القاطنين الأوائل غيروا طبيعة جزر الأنتيل. جلب أول من تجولوا في الجزر فصيل السلحفات البرية الأمريكية كمؤن حية للسفر. أطلقوا بعضها ليربوها للقادمين بعدهم، ولهذا يمكن أن توجد السلحفات حمراء القدم وهي تتجول عبر غابات غوادالوب على بعد آلاف الكيلومترات من مأواها الأصلي. يغير كل قادم جديد شيئاً. تولد السلطعونات الناسكية الأرضية في البحر وهي صغيرة، لكنها تزحف إلى الشواطئ داخل أصداف الحلزونات البحرية الميتة، ويشجعها توافر الطعام للتقدم أكثر نحو الجبال. لكن مع ازدياد نمو السلطعونات الناسكية غدت تحتاج لمساكن أكبر. لم يفلت سرطان الناسك من العودة المضنية للبحر لاستبدال مسكنه إلا عندما ظهرت الحلزونات التفاحية. ومما يبعث على إحباط الناسك أن هذه التحفة الفنية الجميلة قد احتلت. يمكن تشبيه إيجاد مسكن ممتاز هنا على جانب الجبل بالفوز بورقة اليانصيب. عادة ما تحاصر تيارات الحمم البركانية التي تنتج عن الانفجارات البركانية التي حدثت في الماضي البعيد الحيوانات والنباتات في منطقة صغيرة نسبيا لتعزلها عن محيطها. يمكن أن يصعب على هذه الحيوانات بطيئة الحركة تجاوز الأخاديد المنحدرة وكثيرة الصخور الناشئة عن النشاط البركاني. بعد اضطراره للبقاء في العزلة، غير هذا الجنس شكله وتخصص أكثر. غالبية العصويات تأكل أوراق نبات واحد أو اثنين فقط. هذا النبات يمكن أن يكون غير موجود في الوادي المجاور.
لكن النماذج السلوكية للعصويات لا تتغير، فهي تغادر ليلاً الأشجار التي تنام عليها، وعلى الأرض تبدأ رحلة تتخللها فترات انقطاع متكررة. دومينيكا وغوادالوب بعيدان جداً عن اليابسة الرئيسية، ولهذا هناك عدد قليل من الثدييات في غابات الجزر المطرية. ولا شك أن الزواحف والحشرات هي الأجناس السائدة هنا بلا منازع. تعيش الوزغة الكاربية ذات الذيل الذي يشبه اللفت بعيداً عن أنواع صراصير الليل التي لا حصر لها والموجودة هنا. مع حركة السحلية دون ضجيج بين الشجيرات تبقى فريستها غير مدركة للخطر المحدق بها. يبدو أن أدوار هذه الأجناس محددة بوضوح، صائدة زواحف عديمة الرحمة، كما أنها حشرة عرضة للافتراس دون دفاع يذكر. إنها تقتل وتقتل، لكن أحياناً تضع الكائنات على الجزر البركانية الكاريبية قوانينها الخاصة. فصرصور الليل هذا تحديداً وهو جندب موس لا يخاف، وهذا بفضل فكيه القويين. ولا يوجد سوى في غوادالوب، ويمكن أن يمثل عنصراً قاتلاً للوزغة. تبقى الحشرة ساكنة، يبدو أنها مدركة لخطر الوزغة العملاقة. وحيث تنتهي الغابات المطرية وتخوض البراكين والبحر معركة أبدية، لا تستطيع السلاحف جلدية الظهر تطوير استراتيجيات للبقاء، حيث تفرض عليها فطرتها العودة للشاطئ حيث ولدت. وعلى اليابسة تعتبر هذه السلاحف العملاقة بطيئة الحركة فرائس سهلة. وبما أن البيوض تجمع في الوقت ذاته الذي تذبح فيه الأمهات، اختفت السلاحف جلدية الظهر تقريبا من الدومينيكا كلها. هذا العام وصلت أكثر من 160 سلحفاة أنثى، حيث تضع كل واحدة منها حوالي 100 بيضة. عندما تضع الإناث بيوضها يبدو أنها لا تشعر بالألم، وتصبح غير مدركة نوعا ما لما يحيط بها. عادت هذه الأنثى تحديدا 3 مرات لتضع بيوضها. بمجرد أن تبدأ الأنثى بتغطية عشها يتراجع سايمون لمسافة آمنة. من هذه اللحظة فصاعدا يجب أن يظل الحيوان دون إزعاج. على الرغم من تعبها لا يزال عليها أن تنقل أكثر من طن من الرمل. بعد ساعتين ينتهي كل هذا، يختفي الضغط على الأمعاء والرئتين الذي نتج عن البيض، وتعود الأنثى المستنزفة بشكل واضح إلى البيئة التي خلقت من أجلها، البحر، حيث يصبح جسمها الثقيل عديم الوزن تقريبا. هناك سبب وراء مجيء السلاحف جلدية الظهر إلى الدومينيكا لآلاف السنين. تستغرق بيوضها ما معدله 65 يوما من درجة الحرارة الثابتة لتكبر، ويوفر الرمل البركاني الأسود البيئة المثالية. بالإضافة إلى ذلك الخليج محمي بالجبال الشاهقة، والحيوانات المفترسة المحتملة على هذه الجزيرة النائية أقل بكثير من الموجود على اليابسة الرئيسية. Thank you.
تشكل القوى الهائلة للنشاط البركاني وبشكل مستمر مساكن وفرص جديدة للنباتات والحيوانات فوق السطح وتحته. سمكة البوق محترفة في التخفي، تعرف كل إنش من أراضي الصيد الخاصة بها ونادراً ما تغادرها. وصول سرب من سمك الماكرل بالقرب من شعابها يدعو إلى القلق، حتى الصائدة الخبيرة يمكن أن تتحول فجأة إلى فريسة. تظهر المزيد والمزيد من أسماك الماكرل لتبقى في مأمن. تغير سمكة البوق لونها وتستخدم شكلها كي تظل مخفية. فجأة يصبح السبب وراء غزو الماكريل جلياً. وصلت ملايين الأسماك الصغيرة إلى المياه الضحلة. هذا ما كانت تنتظره أسماك الماكريل. لكن الفرائس المحتملة لها طرق للدفاع عن نفسها. وباستخدام أعضائها الجانبية الحساسة يمكنها كشف تحركات المهاجمات والأسماك الصغيرة أيضاً. يمكن ذلك السرب من القيام بمناورات متزامنة، تقلد كل سمكة حركة جارتها فوراً لتخدع السمكة المفترسة وتجعلها ترى سمكة ضخمة واحدة. مع مواجهتها لحجم السرب الهائل لا تستطيع الماكريل التركيز على فراد الضحايا. في النهاية تعترف الماكريل بالهزيمة وتنسحب. تظهر أسماك البوق الآن من مخبئها مستخدمة السمكة الببغائية المضيئة كغطاء متنقل. يشير العلماء لهذا السلوك على أنه تربص. تستخدم السمكة الببغائية منقارها لحصاد الطحالب على سطح الشعاب المرجانية، يدفع هذا كائنات صغيرة للخروج مما يجعلها فرائس سهلة. تغادر مجموعات صغيرة السرب الكبير وتتزاوج بهدوء على بعد بضعة مترات، وبالتالي تضمن بقاء نوعها. لا يولي سمك الطبيب الكحلي أي اهتمام بما يجري، إنه نباتي وهو مشغول في جمع الطحالب. يسبح هذا النوع من السمك فوق الشعاب المرجانية، ويمكن العثور على هذه الأسماك في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي، وهي تؤدي وظيفة مهمة إذ تزيل الطحالب من الشعاب المرجانية وتنقذها من التعرض للاختناق. لكن بالقرب من الجزر البركانية تواجه هذه الأسماك المتشردة الجائعة صعوبات غير متوقعة خلال بحثها عن الطعام. يتبدد السرب، وفقط أشجع الأسماك تجرؤ على شق طريقها إلى ما يسمى بمرجان الشامبانيا. فقاعات الغاز القادمة من تحت السطح بركانية، والمياه ساخنة ومليئة بالمواد السامة. على حافة هذه المنطقة البركانية تبحث سمكة صندوق البحر بحذر عن الطعام، فهي آمنة من الأسماك المفترسة هنا. تحول بكتيريا وطحالب خاصة السموم كالكبريت إلى طعام، مشكلة مجتمعات تكافلية لا توجد في أي مكان آخر. ولبزاقات الخس البحرية استراتيجية مختلفة، فهي تخزن الطحالب في الجسم وتستخدم السكر الناتج عن عملية التمثيل الضوئي كمصدر للطاقة. ولون البزاقات البحرية البراق فيه تحذير للمفترسات من كونها سامة، لذا يمكنها أن تشق طريقها بالالتهام عبر مرجان الشامبانيا دون منازع. بيوضها محمية بفقاعات الغاز المرتفعة من السطح البركاني. مع انزلاق الصفيحة الأمريكية الشمالية أسفل الصفيحة الكاريبية بمعدل سنتيمترين سنوياً، تتحرك جزر غوادالوب والدومينيكا كذلك. تكثر الشعاب المرجانية القديمة مشكلة انحدارات عجيبة من المرجان المتحجر بجانب الصخر البركاني. ومقابل ساحل هذه الجزر ينخفض قاع البحر فجأة لعمق يتجاوز 5000 متر.
هذه المنطقة موطن لقطيع من حيتان العنبر. لا تغادر الإناث والحيتان الصغيرة المكان أبدا، وهو أمر غير اعتيادي بالنسبة لجنس من الكائنات الحية يسافر عادة لآلاف الكيلومترات سنويا. هذه أيضا هي حيتان العنبر الوحيدة التي تعيش بالقرب من اليابسة. هل لنشاط المنطقة البركاني علاقة بهذا السلوك؟ تعيش حيتان العنبر في أعماق البحار، حيث يمكنها أن تجد فريستها المفضلة الحبار. هذا هو المكان الوحيد على الأرض الذي يمكن لحيتان العنبر الاصطياد فيه قريبا جدا من اليابسة. عادت الأم من رحلة صيد، لا يستطيع ولدها أن يتبعها لألف متر أسفل مستوى البحر، ويجب أن يمضي حوالي ساعة وحده على السطح. يسعى الحوت الصغير لتواصل جسدي فورا، ويتواصل الحوتان بحماس من خلال أصوات طقطقة. تمنح حيتان العنبر بعضها البعض أسماء، وعندما تنادي الأم ابنها فإنها تصدر سلسلة من الأصوات. يأمل الباحثون أن يفهموا يوما ما لغة الحيتان المعقدة جدا، ربما بمساعدة الحواسيب، لكن ذلك طريق لا يزال طويلا. بمجرد مغيب الشمس يبدأ القمر بالتأثير على الحيوانات في العالم بطرق غريبة. يمد نجم البحر الهش كورغون أذرعه عندما ترتفع العوالق من أعماق المحيط. تظهر ثعابين البحر البستانية من حفر الرمل الخاصة بها، تحصل على السلطعونات الصغيرة واليرقات السمكية. هذه ليست مهمة سهلة، حيث إن ثعابين البحر تبقي ذيولها في حفرها كل الأوقات لضمان هروب سريع. لا تهتم سمكة القرص بالثعابين المتقلبة كثيرا، وكما هو حال أسماك السحلية. وعندما يكون القمر بدرا، من المهم للحيوان أن يملك الاستراتيجية المناسبة ويكون في المكان والوقت المناسبين. يفضل الأخطبوط القوة على التفنن في الخداع، وتمكنه أذرعه الثماني من صنع حفر للبحث عن الفرائس أسرع بثمان مرات من غيره. العدد الكبير من الحفر يعني الكثير من الطعام، لكنه يعني أيضا الكثير من الأخطبوطات الجائعة وبأحجام مختلفة. لا تشبع الأسماك أبداً، ولا تتوقف عن الأكل حتى عندما تأكل كفايتها. بعد 15 دقيقة ينتهي كل شيء ويتحرك السرب. يؤثر البدر أيضا على شاطئ السلاحف في جلدية الظهر. يتحرك شيء ما في 3 أعشاش في الوقت نفسه. تشق نحو 100 سلحفات صغيرة طريقها خارج الأعشاش من عمق متر تحت السطح، عليها أن تصل البحر بأسرع وقت ممكن. على جزيرة دومينيكا هناك عدد قليل من الطيور التي تهدد السلاحف الصغيرة. الجزيرة صغيرة وبعيدة جدا عن اليابسة الرئيسية لتصبح موطنا للسحالي الكبيرة أو الثدييات، لكن الرمل البركاني الأسود يسخن بسرعة بمجرد طلوع الشمس.
وتواجه السلاحف حديثة الولادة تحديا آخر، إذ تصبح الطحالب البحرية التي تنجرف للشاطئ عائقا يستنزف طاقتها. كلما زاد الوقت الذي يستغرقه وصول الحيوانات الصغيرة للماء، زاد تعرضها للجفاف وخطر الموت تحت الشمس. مع إنهائها تفقد السلاحف بوصلتها. مع شعور السلاحف باقتراب المياه تعطي نفسها دفعة أخيرة. لا تعود الذكور أبدا لليابسة، وتعود الإناث لبضع ساعات فقط كل عام. إذا سمحت البراكين، تعود العديد من الإناث لهذا الشاطئ الأسود نفسه على جزيرة دومينيكا لما يتراوح بين 30 و40 مرة. كشفت البيانات التي أخذت من جهاز الإرسال أن حيتان العنبر الصغيرة لا تربيها أمهاتها فقط. عندما تذهب الأم للصيد في الأعماق، يأتي فرد آخر من العائلة ويبقى مع الصغير ويتواصل معه. استخدم الباحثون أيضا صورا لتحديد مدى مساهمة كل حيوان بتربية الصغير. تحتاج حيتان العنبر 3 سنوات لتعلم لهجتها الخاصة، ولتتمكن من طقطقة النغمة الصحيحة الخاصة بلغتهم المعقدة والتي توجد فقط في البحر الكاريبي. تماما كالطفل البشري، يحتاج صغير الحوت وقتا ليتعلم الكلام. وإذا اختفت حيتان العنبر في دومينيكا، فسيختفي هذا الإرث معها. للأسف هذا الاحتمال قائم، فحوت واحد فقط من كل 3 حيتان حديثة الولادة يبقى حيا بعد السنة الأولى. يمكن أن تكون شبكات الصيد قاتلة للحيوانات الصغيرة وغير المتمرسة. إذا استمرت الأحوال كما هي، فستختفي حيتان العنبر من المنطقة بحلول عام 2030. عندما يكون لدى عائلة حيتان العنبر مواليد، فإنها تفضل الجانب المحمي أكثر من الجزيرة المقابلة لليابسة الرئيسية. لكل من دومينيكا وغوادالوب جوانب مختلفة تماماً. الوجه المقابل للمحيط الأطلسي بري وقاس. تسيطر على التضاريس هنا سواحل صخرية منحدرة تضربها الرياح والأمواج. للعيش في أماكن كخليج هامينغبيرد، تحتاج الحيوانات إلى استراتيجيات بقاء معينة. تستغل سلطعونات الصخر كل ثانية بين الأمواج المتلاطمة لجمع الطحالب من الصخور. تستخدم السلطعونات أقدامها المغطاة بالخطاطيف لإيجاد أفضل الطحالب العالقة بالصخور. يمكن لهذه الحيوانات البحرية التنفس على اليابسة لأنها تمتص المياه من الأمواج المتلاطمة إلى داخل خياشيمها، وعندما تستخلص كل الأكسجين الذي بها تتخلص من تلك المياه. تكيفت سلطعونات الصخر هذه بنجاح مع الحياة في بيئة تلاطم الأمواج، وهو عالم يستوطنه نوع آخر فقط، هو القشريات المتمسكة بشدة. يواجه الجانب الآخر من الجزيرة أمريكا الوسطى بخلجان رائعات كثيرة. تمتزج الرمال المرجانية البيضاء والصخور البركانية السوداء المسحوقة في درجات متغيرة باستمرار من اللون البني. على عكس الشواطئ الرملية، توفر جذور أشجار المانغروف المتشابكة حماية حقيقية للأسماك الأصغر. لكن الأمر ليس بالبساطة التي يبدو عليها.
الآباء حراسة العش لأسبوع وعلى مدار اليوم. بسبب الأمطار المتكررة التي تسقطها الغيوم المتجمعة فوق السفوح البركانية، تتدفق جداول كثيرة على الجبال ونحو الوادي. شكلت حمم الانفجارات البركانية السابقة والتي تصلبت نظاما بيئيا فريدا في جميع أنحاء منطقة الكاريبي. عاش العديد من هذه الكائنات البحرية في البحر في فترة ما من حياته، وبسرعة تخطف الأنفاس تكيفت هذه الحيوانات مع الحياة في المياه العذبة وانتقلت للجداول اليابسة وهي تسبح عادة لعدة كيلومترات عكس التيار. بعض الأسماك تعتمد على ثمار الغابة المطرية الناضجة، ويقتات جراد المياه العذبة في الجزيرة مما توفره الحياة النباتية المحلية. هناك 14 نوعا مختلفا من جراد المياه العذبة في جداول غوادالوب، وهو يحتاج مياها مالحة لتربية صغاره، مما يعد تذكيرا بإرثه البحري. ولوضع بيوضه يشق جراد البحر طريقه في المياه العذبة حتى يصل مصبات النهر. يعوم الصغار الذين فقسوا عكس التيار نحو القمم البركانية. من الساحل يمكنها أيضا الانتشار في المسطحات المائية المجاورة. لقد أصبحت أسماك كالبوري أو الجوبي معتادة على المياه العذبة هي الأخرى، حيث تتحرك بسلاسة بين عالمي البحار والأنهار. وفوق مستوى سطح البحر بمئات الأمتار، ليس لهذه الحيوانات سوى عدد قليل من الأعداء والخصوم مقارنة بما تواجهه على الساحل. الشلالات عقبات مستعصية، لقد شكلت مسارات الحمم في طول تجمدها واجهات صخرية عظيمة تنحدر المياه لأكثر من 100 متر في أحد أعلى شلالات الكاريبي. لكن أحد الحيوانات تجاوز هذه العقبة الطبيعية. في القرن 18 هربت حيوانات الراكون الأمريكية الشمالية من غرق السفينة واستعمرت غوادالوب بسرعة. إنها أكبر آكلات اللحوم على الجزيرة وليس لها أعداء من الطبيعة. على الأقل لا وجود لعدو يشكل خطرا كبيرا عليها. الأمر هكذا في كل مكان على الجزر البركانية، وحتى في أحلك الظروف وعندما تبدو الأبخرة السامة وحرارة الغليان أقرب إلى جهنم منها إلى الفردوس الكاريبي، يظل هناك نوع من الحياة. فهذا جزء من إيقاع الحياة في برية الكاريبي.